بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 109 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي خصصها الإمام للحديث عن الحسد، حيث يقول: المسألة الثالثة في مراتب الحسد. قال الغزالي رحمه الله: هي أربعة. الأولى أن يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له، وهذا غاية الحسد، أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود وإن كانت تلك النعمة لا تحصل له، وهذا غاية الحسد. والثانية أن يحب زوال تلك النعمة عنه إليه، أي عن المحسود إلى الحاسد، وذلك مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره وهو يحب أن تكون له، فالمطلوب بالذات حصوله له، فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعرض. الثالثة ألا يشتهي زوالها عنه، بل يشتهي لنفسه مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها، أي أحب الحاسد زوالها عن المحسود لكي لا يظهر التفاوت بينهما. الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها، وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين. والثالثة منها مذمومة وغير مذمومة، والثانية أخف من الثالثة، والأول مذموم محض. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم، وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم. وهذا يحتاج إلى بعض الشرح. المرتبة الأولى من مراتب الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن غيره دون حصولها له، وهذه أسوأ المراتب. لماذا؟ لأنها ضرر محض، أعني أنها ضرر محض يلحق بالمحسود دون أن ينتفع الحاسد بذلك. والمرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن غيره وحصولها لنفسه، وهذه مرتبة مذمومة ولكنها أخف من الأولى، لأنها ضرر يلحق بغيره يترتب عليه نفع يحصل له. والمرتبة الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل ما لغيره، فإن لم يحصل له مثل ما لغيره تمنى زوال النعمة عنه ليكون سواء. فالحالة الأولى كالمرتبة الرابعة في كونها معفوا عنها، والحالة الثانية كالمرتبة الأولى من حيث كونها ضررا محضا يلحق بغيره، وهي أسوأ من المرتبة الثانية. لماذا؟ المرتبة الثانية فيها نفع للحاسد، هنا لا نفع فيها للحاسد. والمرتبة الرابعة أن يتمنى لنفسه مثل ما لغيره من النعم دون تمني زوالها عنه، وهذه المرتبة معفو عنها إن كانت في نعمة دنيوية ومندوب إليها إن كانت في نعمة دينية، على ما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسألة الرابعة يقول: ذكر الشيخ الغزالي رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب، سبعة أسباب للحسد. السبب الأول العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه، وذلك الغضب يولد الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز المبغض عن التشفي من بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح، ومهما أصابته نعمة ساءته، وذلك لأنه ضد مراده. فالحسد من لوازم البغض
والعداوة ولا يفارقهما، وأقصى الإمكان في هذا الباب ألا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسه. فأما أن يبغض إنساناً ثم تستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن. وهذا النوع من الحسد هو الذي وصف الله تعالى الكفار به إذ قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. واعلم أن الحسد ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل. إذن السبب الأول للحسد العداوة والبغضاء، والسبب الثاني التعزز. فإن واحدا من أمثاله إذا نال منصبا عاليا ترفع عليه وهو لا يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه، وليس من غرضه أن يتكبر، ليس غرض الحاسد هنا أن يتكبر، بل غرضه أن يدفع كبره، أن يدفع كبر المحسود. فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه. السبب الثالث أن يكون في طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير ليقدر على ذلك الغرض. ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطئ له رؤوسنا؟ فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله عز وجل بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال تعالى يصف قول قريش: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقولهم هذا كالاستحقار لضعفاء المسلمين والأنفة منهم. السبب الرابع التعجب، كما أخبر الله عن الأمم الماضية إذ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقالوا: لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا متعجبين: أبعث الله بشرا رسولا؟ وقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة. وقال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد، وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد، فإن كل واحد منهم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده. ومن هذا الباب تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد المال والكرامة، وكذلك تحاسد الواعظين المتزاحمين على أهل بلدة واحدة إذ كان غرضهم نيل المال والقبول عندهم. السبب السادس حب الرئاسة وطلب الجاه نفسه من غير توسل به إلى مقصوده، وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، فإنه لو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أو علم أو زهد أو ثروة، ويفرح بسبب تفرده. السبب السابع شح النفس بالخير على عباد الله، فإنك تجد من لا يشتغل برئاسة ولا بكبر ولا بطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله شق عليه ذلك، لا يحب الخير للناس، وإذا وصف اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. ويقال: البخيل من بخل بمال غيره، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع، لأن سائر أنواع الحسد يرجى زواله لإزالة سببه،
وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فتعصر إزالته. فهذه هي أسباب الحسد، وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى قوة لا يقوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة، بل يهتك حجاب المجاملة ويظهر العداوة بالمكاشفة. وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب، وقلما يتجرد واحد منها. المسألة الخامسة في سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه. يقول: اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها. يكثر الحسد بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها، إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول المتكبر. وهذا السبب سماه الإمام الغزالي التعزز، وهو أن يثقل على الحاسد أن يترفع عليه غيره. ويجوز أن يحسد لأنه يتكبر ومن طبيعته حب استخدام غيره، ويجوز أن يحسد لأنه عدو، أي لأن المحسود عدو للحاسد، إلى غير ذلك من الأسباب. يقصد أسباب الحسد السبعة التي ذكرها في المسألة الرابعة. وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخالطات، ويتواردون على الأغراض، والمنازعة مظنة المنافرة، والمنافرة مؤدية إلى الحسد، فحيث لا مخالطة فليس هناك محاسدة. ولما لم توجد الرابطة بين شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة، فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، وترى العابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر أي ترى التاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز، ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها وسرية زوجها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته، لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف، فلا يتزاحمون على المقاصد. ثم مزاحمة البزاز للبزاز المجاور له أكثر من مزاحمته للبعيد عنه إلى طرف السوق. وبالجملة فأصل الحسد العداوة، وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، بل لا يجمع إلا متناسبين، فلذلك يكثر الحسد بينهم. نعم، من اشتد حرصه على الجاه العريض والصيت في أطراف العالم فإنه يحسد كل من في العالم ممن يشاركه في الخصلة التي يتفاخر بها. أقول والقائل الإمام: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب لذاته، وضد المحبوب مكروه، ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال، فلا جرم كان الشريك في الكمال مبغضا لكونه منازعا في الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال، إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله سبحانه وتعالى ووقع اليأس عنه بالنسبة للناس، اختص الحسد بالأمور الدنيوية، وذلك لأن الدنيا لا تفي بالمتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم، فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك. يقول الإمام: العالم والعارف بالله عز وجل لا يحسد غيره على العلم بالله تعالى ومعرفته، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به، ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله، وهي بحر واسع لا ضيق فيها، وغرضهم المنزلة عند الله تعالى ولا ضيق فيها. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان إذا وقعت في يد واحدة
أو في يد واحد خالت عنها يد الآخر، المال أعيان إذا وقعت في يد واحد خالت عنها يد الآخر. ومعنى الجاه ملء القلوب، ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر. أما إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره وأن يفرح به. فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العلم ليس شيئا ماديا، إذا حصل لأحد الأشخاص امتنع حصوله لغيره كما هو حال المال. ومن ثم قال الشاعر في وصف العلم: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فإذا كان غرض العالم من طلبه للعلم معرفة الله عز وجل فإنه لا يحسد غيره، لأن هذه المعرفة تحصل له ولغيره وتتسع له ولغيره. وأما إن كان غرضه المال والجاه حسد غيره، لأن حصولهما لغيره يمنع حصولهما له. المسألة السادسة في الدواء المزيل للحسد، وهو أمران: العلم والعمل. الدواء المزيل للحسد أمران: العلم والعمل. أما العلم ففيه مقامان، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي كيف يكون العلم دواء للحسد على الوجه الإجمالي؟ يقول: أما الإجمالي فهو أن يعلم أن كل ما دخل في الوجود فقد كان ذلك من لوازم قضاء الله تعالى وقدره، لأن الممكن ما لم ينتهي إلى الواجب لم يقف، يعني هذا الممكن لابد وأن ينتهي إلى واجب الوجود، لأنه إن لم ينتهي إلى الواجب لم يقف، هذا يلزم منه التسلسل وهو محال. ومتى كان كذلك فلا فائدة في النفرة عنه، وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن أيقن أن كل هذا بقضاء الله عز وجل ورضي بقضائه تخلص من الحسد. وأما العلم التفصيلي فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه ليس فيه على المحسود ضرر في الدين والدنيا بل ينتفع به في الدين والدنيا. لأن العلم التفصيلي الذي يزيل الحسد أن تعلم أن الحسد ضرر عليك أيها الحاسد في الدين والدنيا، وأيضا ليس فيه ضرر على المحسود في الدين والدنيا بل فيه نفع للمحسود في الدين والدنيا. أما أنه ضرر عليك في الدين فمن وجوه: أحدها أنك بالحسد كرهت حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده، كأنك تعترض على حكمة على حكم الله عز وجل وتشكك في حكمته وعدله سبحانه وتعالى. إذن أنك بالحسد كرهت حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في خلقه بخفي حكمته، وهذه جناية على حدقة التوحيد وقدا في عين الإيمان. وثانيها أنك إن غششت رجلا من المؤمنين فارقت أولياء الله في حبهم الخير لعباد الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن غششت رجلا من المؤمنين أو كرهت الخير له فارقت أولياء الله في حبهم الخير لعباد الله. لا يؤمن أحدكم أن يكون إيمانك ناقصا إن لم تحب الخير لعباد الله، وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا. وثالثها العقاب العظيم المرتب عليه في الآخرة. وأما كونه ضررا عليك في الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون في الغم والكمد، وأعداؤك لا يخليهم الله من أنواع النعم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى أبدا مغموما مهموما، فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وحصل ما أراد أعداؤك حصوله لك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فسعيت في تحصيل المحنة لنفسك، ثم إن ذلك الغم إذا استولى عليك أمرض بدنك وأزال الصحة عنك وأوقعك في الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب
وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله تعالى، فإن كل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب. ولما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا عليه إثم في الآخرة. ولعلك تقول: ليت النعمة كانت لي وتزول عن المحسود بحسدي. وهذا غاية الجهل، فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك، فإنك أيضا لا تخلو عن عدو يحسدك. فلو زالت النعمة بالحسد لم يبق لله عليك نعمة لا في الدين ولا في الدنيا. وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضا جهل، فإن كل واحد من حمقى الحساد يشتهي أن يختص بهذه الخاصية، ولست أولى بذلك من الغير. فنعمة الله عليك في أن لم يزل النعمة بالحسد مما يجب شكرها عليك، وأنت بجهلك تكرهها. وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح، أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه، فهي هدايا يهديها الله تعالى إليه. أعني أنك تهدي إليه حسناتك. وهذا واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فإنك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. فكأنك اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك، فأزيلت نعم الله عنك إليه، ولم تزل في كل حين وأوان تزداد شقاوة. وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه: الأول أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وكونهم مغمومين معذبين، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد، بل العاقل لا يشتهي موت عدوه، بل يريد طول حياته ليكون في عذاب الحسد، لينظر في كل حين وأوان إلى نعم الله عليه فيتقطع قلب الحاسد بذلك. ولذلك قيل: لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمدوا، لا زلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسد. لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمدوا، لا زلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسد. الثاني أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة، فيستدلون بحسد الحاسد على كونه مخصوصا من عند الله تعالى بأنواع الفضائل والمناقب، فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود بأنواع الفضائل والمناقب. الثالث أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعونا عند الخالق، وهذا من أعظم المقاصد للمحسود. الرابع وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس، وذلك لأن الحاسد لما خلا عن الفضائل التي اختص المحسود بها فإن رضي بذلك استوجب الثواب العظيم، فخاف إبليس من أن يرضى بذلك فيصير مستوجبا لذلك الثواب، فلما لم يرضى به بل أظهر الحسد ففاته ذلك الثواب واستوجب العقاب، فيصير ذلك سببا لفرح إبليس وغضب الله تعالى. الخامس أنك عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطئ في دين الله وتكشف خطأه ليفتضح، وتحب أن يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم، وأي إثم يزيد على ذلك، وأي مرتبة أخص من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه، أنك بمثابة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه، بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها،
فيزداد غضبه فيعود ويرميه ثانيا أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه، فيزداد غيظه ويعود ثالثا فيعود على رأسه فيشجه، وعدوه سالم في كل الأحوال، والوبال راجع إليه دائما، وأعداؤه حواليه يفرحون به ويضحكون عليه، بل حال الحاسد أقبح من هذا، لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين، ولو بقيت لفاتت بالموت، وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله تعالى وإلى النار، فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار. فانظر كيف انتقم الله تعالى من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن المحسود فما أزالها عنه، ثم أزال نعمة الحاسد تصديقا لقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذه الأدوية العلمية، ومهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد، فإن بعثه الحسد على القدح في المحسود كلف لسانه المدح له، وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له، وإن حمله على قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعي في إيصال الخيرات إليه. فإذا عرف المحسود ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد، وذلك يفضي آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين. الأول أن المحسود إذا أحب الحاسد فعل ما يحبه الحاسد، فحينئذ يصير الحاسد محبا للمحسود ويزول الحسد حينئذ. الثاني أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك بالآخرة طبعا له فيزول الحسد عنه. المسألة السابعة، اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعه، فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذي في وسعه أمران، أحدهما كونه راضيا بتلك النفرة، والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب المحنة إليه، فهذا هو الداخل تحت التكليف. وإذا كانت هذه الأمور داخلة تحت التكليف كان وقوع العقاب ناجما عنها. ولنرجع إلى التفسير. أما قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فالمراد أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإيمان من بعد ما تبين لهم أن الإيمان صواب وحق، والعالم بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه، لأن المحق لا يعدل عن الحق إلا بشبهة، والشبهة ضربان، أحدهما ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال لهم قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم فاتركوا الإيمان الذي ساقكم إلى هذه الأشياء، والثاني في باب الدين بطرح الشبه في المعجزات أو تحريف ما في التوراة. إذن الكفار والمشركون يسعون في صد المسلمين وردهم عن دينهم، وسلاحهم في ذلك الشهوات والشبهات، فعلى المسلم أن يتسلح بالصبر واليقين لمقاومة الشهوات والشبهات، على المسلم أن يتسلح بالصبر واليقين لمقاومة الشبهات والشهوات، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. فالصبر عن المعصية يمكن المسلم من مقاومة الشهوات وعدم الانغماس فيها. إذن الصبر عن المعصية يمكن المسلم من مقاومة الشهوات وعدم الانغماس فيها، واليقين يمكنه من مقاومة الشبهات وعدم التأثر بها. يقول عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا عن المعصية فقاوموا الشهوات، وأيقنوا بالآيات فدفعوا الشبهات. وأما قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم ففيه مسائل:
المسألة الأولى أنه تعالى بيّن أن حبهم لأن يرجعوا عن الإيمان، يعني أن حب الكفار والمشركين لأن يرجع المؤمنون عن الإيمان إنما كان لأجل الحسد، حسدا مفعول لأجله، فهذا إنما كان لأجل الحسد. قال الجبائي عنا بقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم أنهم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالى، وأن كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم. يقول الإمام والجواب أن قوله من عند أنفسهم فيه وجهان، أحدهما أنه متعلق بودة على معنى أنهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنوا ذلك من قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحق، لأنهم ودوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحق، ودوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحق، فكيف يكون تمنيهم من قبل تبين الحق؟ الثاني أنه متعلق بحسدا، أي حسدا عظيما منبعثا من عند أنفسهم. ونقف عند تفسير قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الجملة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.